السلام عليكم أنا حمزة سالم هذه محاضرة الكارديو ميديسن الرابعة تخص الأكيوت كورونري سيندرومز اليوم ناخذ الجزء الأول من عدها وهذه محاضرة يعني مو بس مهمة بالرابع مو بس مهمة بالسيستماتيك وإنما مهمة بحياة كل طبيب ومو بس أطباء الكارديولوجي فيلا سمي واتبعني كورونري سيندرومز هي عبارة عن عدة أمراض تسبب انسداد بالكورونري ارتريز لهذا تسوي chest pain وايضا اذا ما تعالجت بسرعة ممكن تؤدي الى موت جزء كبير من الميوكارديوم والامراض هذه هي متصلة ببعضها البعض يعني مو كل مرض الباثوفيزيولوجي مالته شكل وانما هي امتداد وحدة للأخ يعني الانجينا اذا ما عالجناها ممكن تصير انستيبل والانستيبل انجينا ممكن تسوي لي النون استي ميوكارديال انفراكشن والنون استي اذا ما تعالجت ممكن تسوي لي الاستي ميوكارديال انفراكشن فالموضوع عبارة عن سبيكتروم متصل اذا ما عالجناه واذا ما وقفنا على حد راح يتطور للنهاية بالمحاضرة الماضية اخذنا الانجينا واليوم ناخذ الثلاثة اللي تندرج تحت تسمية الاكيوت كورونري سيندرومز اللي هن الST elevation myocardial infraction والنون ST يعني بالECG لما نجي نشوف الST segment هذا إذا شفناه مرفوع يعني على البيسلاين زين صار بي elevation فهذا نعتبره ST myocardial infraction إذا ما كان بهذا الST elevation فيا أما راح يكون نون ST myocardial infraction يا أما يكون unstable angina وهذا مين راح نعرف نفرق بيناتهم في شوي عندنا الأكيوت كورونري سيندرومز قد تأتي as a new phenomena لو تجي as a background of a chronic stable angina يعني احنا قلنا بداية المحاضرة انه هن spectrum ممكن الستيبل يصير unstable وذاك يتطور للأخير فهذا يعني يقصد به background of a chronic stable angina بس قد تأتي as a new phenomena يعني ممكن شخص يصير به ST elevation MI اللي هو بنهاية الspectrum وما عنده stable angina وما مر بهذه المراحل اللي تمهد للطريق حتى يصير بيه STMI أوكي فيا أما new phenomena يا أما أصلا شخص عنده stable angina وشوي شوي تحولت الباثوفيزيولوجي مع الأكيوت كورونري سيندرومز كلهن يا أما plaque rupture اللي هو 75% من الكيسز أو plaque erosion اللي هو 25% من الكيسز تعرفون البلايك شلون يتكون قبل يعني من أخذنا إنه الكوليسترول لما يصعد وفد إنجري بسيط يصير للإندوثيليوم أو يعلق بعض الليبيدز بالإندوثيليوم راح تجي الماكروفاجز ويسوون فومي سيلز بس هذا يعني حيكون مسيطر عليه بالإندوثيليوم مثل ما تشوفون بأول صورة يعني كونتينابل والجسم يقوم يحيطه بغلاف كاب معين والدم يبقى يمر من خلاله وممكن الشخص ما يحس بسيمتومز بس لما صار ضغط على هذا البلايك زين فمثلا انجعص وزاد الستريس او مثلا زاد السيمباثاتيك تون قد يؤدي الى انه هذا البلايك يصير بي رابتشر فمن صار بي رابتشر اولا راح تطلع المواد مالت الاندوثيليوم وللومن مال الفيسل هذا راح يسد جزء من الفيسل المشكله الاكبر اللي راح تصير انه تجي البلايتلت تشوف اكو فد انجري بهذا المكان فالبلايتلت تجي تحاول تسوي تخثر بعدين يجي الكواجوليشن كاسكيد وهم يعني يحاول يسيطر على هذا التخثر ويخليه فيكست أكثر فلهذا اللومن راح يبدي يضيق أكثر وأكثر وعلى حسب التضيق يبدي يزداد البروجريشن مال ديزيز يعني مثلا الانستيبل انجينا والنون استي اليفيشن يكون التضيق مالتهم 70 الى 80% او 90% بس الاستي اليفيشن ام اي يكون التضيق مالته 100% وما يفوت اي دم وانا طولت بالباثوفيزيولوجي لانه من خلاله راح تفهم المانجمنت كله يعني صار مننا أنا هذا بالأكيوت كورونري سيندروم أول شيء صار انسداد نجي نفتح الانسداد يمكن نلجأ إلى بعض السيرجريات تفتح لنا هذا الانسداد جت بليتلت تسوي أجريجيشن نجي نمنع الأجريجيشن مع البليتلت بعدة أدوية صار كواجوليشن كاسكيد نمنع الكواجوليشن كاسكيد بأدوية مضادة للتخثر صار فازو كونستركشن نجي نسوي فازو داليتيشن خلص هذا المانجمنت مالته كله هذا السلايد يحكي على السبيكتروم اللي دوختكم به انه قلت اول شيء ان اسيمتوماتيك شوي شوي ممكن يصير ستيبل انجينا ان ستيبل انجينا ونون اس تي اليفيشن واس تي اليفيشن كله يعني متصل ببعض بالبعض بس قلنا ممكن يصير اس تي اليفيشن بدون الحاجه الى مرور بهذا السبيكتروم كله فبالسلايد يحكي على الانتيتيز يقول لك قد يكون اسكيميا بس ماكو مايكاريال دامج او دامج قليل او مرات لا شوي شوي يزداد الدامج فيصير عندنا نون ST elevation ولما يزداد يسوي لنا الST elevation myocardial infraction هذا سلايد آخر يحكي على السبيكترام وشون هما متصلات ببعضهم البعض وكل ما تطور السبيكترام كل ما زادت الـ changes
مثلا اول شيء على الاي سي جي تشينجز نشوف بالانستابل انجينا اكو اس تي وتي ويف تشينجز اوكي يعني ديلوحه شويه اس تي وتي ويف تشينجز بس هذني ما لهن علاقه بالاس تي اليفيشن يعني كل شيء ممكن يصير بيه على الاس تي اليفيشن يعني مرات بالانستابل انجينا وبالنون اس تي اليفيشن يصير مثلا الاس تي يصير بيه ديبرشن ومرات مثلا التي ويف يصير بيه انفرجن بس يعني ما مطلوب عندنا حاليا نحفظهن بس يعني دا اقول انه اكو تشينجز تصير وبالكيو ويف ام اي هذا الكيو ويف ام اي تسميه قديمه للاس تي اليفيشن ام اي نشوف انه الاس تي اليفيشن والكيو ويفز يعني راح تختلف قبل كانوا يسموها كيو ويف ام اي لانه الكيو ويف مالتها راح تتغير وتنزل لي جوا بس هسه شافوا انه اذا يعتمدون على الاس تي اليفيشن راح يكون احسن لانه الاس تي اليفيشن راح تكون يعني اول ما يصير بالشخص راح تبدي ترتفع بينما الكيو ويف لا تحتاج وقت اكثر واحنا نحتاج يعني هذا عنصر السرعه حتى نبدي نعالج فهذا اللي يصير بالاي سي جي تشينجز باختصار الاي سي جي تشينجز عندنا اس تي اليفيشن ونون اس تي اليفيشن الاس تي اليفيشن واضحه انه الاس تي يرتفع النون اس تي اليفيشن يصير بهم غير اشياء يعني مثلا يسوون اس تي ديبرشن او يسوون تي انفرجن هذا بخصوص الاي سي جي تشينجز مرات يصير تروبونين ريليس وهذا التروبونين ريليس يجي لما اكو فد دامج صاير بالمايوكارديوم بما انه الانستابل انجينا ما بي دامج فقط تضيق بالكورونري ارتريز فلهذا ما نشوف انه اكو تروبونين ريليس بينما كل ما كان اكو دامج بالمايوكارديوم كل ما التروبونين زاد معناتها فرقة مهمة نحن قلنا انه اكو نون اس تي اليفيشن اللي يتضمن الانستابل انجينا والنون اس تي اليفيشن ام اي فشلون راح نفرق بيناتهم نفرق من بيناتهم من خلال البايوماركرز واحد بي تروبونين واحد ما بي تروبونين وعندنا شيء اخر اسمه سي كي ام بي هم ماركر وهم يطلع بالمايوكارديال دامج بس المشكله مالته انه مو كلش سنسيتيف لانه قد يطلع بغير اشياء وقد يتاخر ايضا راح يجي سلايد وناخذ فائدتهم كلهم والديجري مال ليفت فنتريكل دامج ايضا يتصاعد كل ما تقدمنا بالسبيكتروم عندنا مقارنه بين المايوكارديال انفراكشن اللي بي ST elevation واللي ما بي والانستابل انجينا نشوف انه صاروا فريقين الفريق مال ST elevation والفريق اللي ما بي ST elevation الفريق مال ST عنده يعني complete occlusion يعني هذا الربتشر اللي صار بالبليكس هد اللومن كله بينما بالنون ST لا الاكلوجن is incomplete يعني اذا كان هناك 100% هنا 80-70% نشوف انه الST elevation اكيد بي ST elevation ويكون بليدات معينة يكون او قد يكون ويا يعني left bundle branch block بينما بالinstable angina واللوخ نشوف انه ماكو ST elevation قد يكون اكو ST depression وقد يكون T wave inversion وحقيقة هذا الموضوع يعني يحتاج صور ECG واذا حطيتها من هسه يعني حصل خربطة وتعقيدات فحاليا just go with me احفظ انه هذا ST elevation وهذا non ST elevation نهاية المحاضرة راح أحط صور ونتدرب على هذه الأشياء كلها فيعني حاليا خلينا نركز على تدريب العقل بعدين ندرب العيون نكمل بالمقارنة ونشوف إنه الكاردياك بايوماركرز يزدادن بالST elevation بينما بالنون ST elevation يعني أكو شغلتين اللي مايوكارديال انفراكشن وبي دامج هذا يصعد البايوماركرز مالته أما الانستابل انجينا فالبايوماركرز مالته نورمال هذا تفريق مهم بعد ما سوينا دايجنوستس بالST elevation نشوف اكو فت فوكسينج يصير على الايميديت ريبرفيوجن اوف ذا فيسل يعني مثلا ثرومبوليتيك ثيرابي او مثلا بعض العمليات مثل البي سي اي اللي هي بيركوتينس كورونري انترفنشن المهم يعني نحتاج مور انفيسيف بروسيجرز لما اكو اس تي اليفيشن لانه احنا قلنا الكومبليتلي اوكلودد هذا الفيسل فيعني حرام يعني خو ما انطي ادويه وانتظر الادويه تشتغل يعني هو الفيسل مسدود فلازم يعني انترفنشن سريع لازم يعني افتح هذا الفيسل سواء بأدوية يعني كلش أجريسيف أو مثلا من خلال بروسيجرز فلهذا ثرومبوليتيك ثيرابي يستخدم هنا بينما الثرومبوليتيك ثيرابي ما يستخدم بالنون اس تي اليفيشن مرة جاي سؤال بهيج فكرة نشوف انه بالنون اس تي والانستابل انجينا اكو سالفة اسمها الريسك ستراتيفيكيشن يعني عندي سكور واجمع الريسك مالته اشوف اذا تأهل للسيرجري وفد انفيسيف بروسيجر فا اوكي اذا ما تأهل فيعني لا ممكن انطي ادوية ويبقى على الادوية هذا هو هسه الجزء الاول من المحاضرة يخص النون اس تي اليفيشن سيندرومز اللي هي يا اما الام اي نون اس تي يا اما الانستابل انجينا نشوف الكاركتر مال انجينا مالته انه يا اما نيو اونست اوف سيفير ديزيز يعني ما كان عنده اي شيء قبل وفجأة صار عنده اونست وانجينا كلش قوية والم صدره
يا اما rapidly worsening angina crescendo angina. يعني هو قبل كان بي انجينا بس لاحظ باخر اسبوعين انه الفريكوينسي مال انجينا بين ديزداد كل فتره ديزداد بشكل مبالغ به بشكل ما كان يالف قبل, فهذا هو rapidly worsening. او انجينا on minimal exertion, يعني هو قبل كان ستيبل انجينا مثلا وكان حتى لو سوى minimal exertion ما كان ياثر عليه بهالطريقه زين, بينما هسه من سوى minimal exertion صار عنده انجينا او انجينا at rest, يعني او الستيبل يعني ما يصير عنده at rest. فوجود انجينا at rest يعني ايضا مؤشر انه احنا نتعامل ويا اشياء من هذين الانستيبل. ومره جايبين سؤال من الدراخه يعني خصوص هذا السلايد, نشوف انه البيشنت يعني اجى وانستيبل انجينا, فيجي من خلال كل هالاشياء عدا, فنشوف الجواب الصحيح هو البريدكتبل اكزرشن انجينا, هو اللي ما كان بالسلايد, لانه البريدكتبل اكزرشنال انجينا يعني هو شيء متوقع, هو يعني حتى الشخص اللي كان بي ستيبل انجينا قبل فهو اكيد من كان يسوي جهد كان يتعب وكان يحتاج حبايه تحت اللسان وهذا السوالف, فيعني هذا مو شيء يدل على انه انستيبل انجينا, لا عادي يعني هو بالاكزرشن يزداد الانجينا, بينما البقية كلهن خواص الانستيبل, يعني اما نيو اونست مينيمال اكزرشن رابيدلي وورسنينج واون ريست, هذا كله موجود بالسلايد. هذا السلايد يكرر معلومة البايوماركرز, يعني الكرياتين كاينيز ام بي والتروبونين يكونون ابنورمال بالنون اس تي اليفيشن ام اي او باي ام اي بي نكروسيس, بينما الانستيبل انجينا لانه ماكو نكروسيس ماكو دامج فهذه البايوماركرز يعني نورمال. هذا السلايد ايضا يحكي على الباثوفيزيولوجي, فيقول انه يا اما يصير بي ulcers or fissures بهذا البلايك زين, احنا قلنا هو ينشق ويصير رابتشر ويطلع لللومن زين, ويا adherent platelet rich thrombus, قلنا يجي البلايتلت يحاول يصلح هذه المشكله يحاول يسوي تخثر ويصير اكو local coronary artery spasm, وقلنا هذه هي الطرق اللي راح نعالج بها, راح نجي نحط انتي بلايتلت راح نعطي انتي يعني coagulation وراح نعطي يعني vasodilators, ومرات يعني اذا الانسداد كان كبير فنحاول نفتحها بانفيسيف بروسيجر. نشوف يقول لك هذا الديناميك بروسيس, يعني الديجري اوبستراكشن يعني قد يزداد بعض الاحيان قد يقل قد يصير كومبليت اوكلوجن وذن السوالف, ويعني بعض الاحيان ممكن يكون تمبرري لانه بليتلت ديس اجريجيشن, مثل ما صار بها اجريجيشن راح يصير بها ديس اجريجيشن, ومرات يعني اكو فايبرونيلايسيس هذني الاشياء المواد اللي تذوب هذه الخثره تذوب هذا اللومن المسدود, فيعني تفتح شويه من عند بعض الاحيان بعض الاحيان لا يرجع ينبني من جديد وينسد, يعني هذا الديناميك بروسيس يعني ما ينوثق به, يعني هما راح اعتمد عليه بالعلاج لانه بالعلاج مالتي انا اريد افتح الفيسلز باسرع وقت ممكن, ما راح انتظر اقول والله اكو احتماليه انه الفيسل هو يعني تمبرري بروسيس وراح تجي البلايت تسوي ديس اجريجيشن من كيفها, لا انا راح اجي اساعدها واعطيها الادويه اللي تخليها تسوي ديس اجريجيشن. يعني صراحه ما ادري شنو لازمه هذا السلايد يعني يوزلس. بشكل عام محاضرات الميديسن يعني تترتب على انه ريسك فاكتورز باثوفيزيولوجي دايجنوستس المانجمنت وبعدين الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير, فهسه احنا عندنا سلايد مال دايجنوستس وهذا من احد اعمده الميديسن, فشلون اسوي دايجنوستس؟ الدايجنوستس مالتي يعتمد على ثلاثه محاور, اولا اشوف الاناليسز مال كاركتر اوف ذا بين اند اتس اسوسييتد فيتشرز, يعني اذا كرون بالثالث اخذنا البين مال انجينا شلون كان يفرق شويه عن البين مال مايوكارديال انفراكشن, من حيث يعني شلون نقول انه مال انجينا يطول اقل بينما مال مايوكارديال انفراكشن يطول اكثر, والراديشن كان اكثر يعني بالمايوكارديال انفراكشن, كان الانجينا انه يصير زين بالريست بينما بالمايوكارديال انفراكشن ما يصير زين بالريست, النيترايت اذا نعطيها تحت اللسان ممكن يصير زين بالانجينا بينما بالمايوكارديال انفراكشن يعني ما راح يتاثر, نشوف انه اكو فد اوتونوميك نيرفس سيستم سيمتمز تصير بالمايوكارديال انفراكشن يتعرق يزوعها يعني تلعب نفسه بينما بالانجينا مو كلش, فهذه هي اشياء ايضا تفيدني بالدايجنوسيس تخليني اميل نحو ناحيه من الناحيات, بس ما راح اكيد من خلال هالدايجنوسيس ابد, لازم اسوي اي سي جي ولازم اسوي بايوكيميكال ماركرز, فالاي سي جي لما اشوف فراح اشوف انه اذا اكو اس تي اليفيشن هذا اس تي اليفيشن مايوكارديال انفراكشن, اذا ما كان اكو اس تي اليفيشن كان اكو مثلا تي انفرجن او اس تي ديبرشن, فهذا راح يوديني باتجاه الانجينا والنون اس تي اليفيشن. زين شلون راح افرق بين ال نون اس تي والانستيبل انجينا؟ راح فرق من خلال البايوكيميكال ماركرز اللي هن التروبونين اي والتروبونين تي, هذني عباره عن سب ايزوتايبس او هيجي خاصات بالقلب, يعني لما يصير دامج بالمايوكارديوم هذني طلعن للبلود ستريم.
ونسوي سيريال ميجرمنتس للبايوكيميكال ماركرز، لانه مثلا اذا جاني شخص للطوارئ وهستوى اكيوت فيعني ممكن البايوكيميكال ماركرز ما لحقت توصل للدم، فسيريال ميجرمنتس مره بعد مره فترات متباعده حتى اشوف الارتفاع مالته والصعود مالته. وقلنا نعتمد على التروبونين اكثر من السي كي ام بي، لانه السي كي ام بي يطلع متاخر اولا، ويعني حتى السبيسيفيتي مالته شويه اقل من التروبونين، والتروبونين يعني مو كلش اكيد، يعني مرات اذا ارتفع ما يعني بالضروره انه هارت بروبلم وهارت اسكيميا، بس الحالات اللي يرتفع بها التروبونين حالات غير مبشره بخير، يعني حتى الاشياء الاخرى اللي ترفعها هم من اشياء يعني تتطلب رقود مستشفى واشياء ممكن تموت، فيعني التروبونين ما يتشاقى. احنا مو قلنا بالدايجنوزز نحتاج اي سي جي، فيحكي على الاي سي جي تشينجز اللي نلقاها هنا، نلقى انه نون اس تي اليفيشن نون كيو ويف، يقصد الباثولوجيكال كيو ويفز زين، ونشوف انه احيانا الاس تي يصير بها ديبرشن، بعض الاحيان الاس تي يصير بها ترانزيانت اس تي اليفيشن شويه وترجع، ومرات لا تي ويف انفرجن. يعني هذه الترانزيانت اس تي اليفيشن ممكن تهدم التصنيف مالتنا كله، لان تصنيفنا يعتمد انه نون اس تي اليفيشن واس تي اليفيشن، فوجود الترانزيانت بالنون اس تي يعني شنو الفائده؟ بس يعني الحاله مو شائعه ابد، يعني هي ممكن تصير، هي اوكي كل شيء يصير يعني بالمدرسه، بس هي مو شائعه لهذا صار عندهم ثقه انه يسموها نون ستيمي وستيمي. واحنا لحد هسه بدنا ندرخ يعني اس تي ونون اس تي، وما نعرف شو وقت صار ترانزيانت وليش صار، بس بنهايه المحاضره يعني راح اشرح ليش يصير الاس تي اليفيشن، ليش يصير الاس تي ديبرشن، فيعني الموضوع راح يسوي ميك سنس اكثر. حوالي 12% من البيشنتس اللي نون اس تي والانستابل انجينا ممكن يصيرون اكيوت اس تي سيجمنت اليفيشن انفراكشن وقد يموتون. احنا قلنا سبيكترم والبروجريشن ممكن بي، واكو واحد على ثلاثة يعني من الناس ممكن يعاوده الداء خلال 6 أشهر، يعني إذا صار بي إنجينا هسه ممكن خلال 6 أشهر يرجع ويتكرر نفس الشيء. هنا بالنون اس تي والانستابل انجينا نستخدم شيء اسمه ريسك ستراتيفيكيشن، لأنه احنا مو كلش واضح عندنا إنه شو وقت نستخدم الانترفينشن، شو وقت نستخدم السيرجري، وش وقت يعني نبقى على الميديسن، وما نعرف شو وقت الموضوع سيف إنه ندز البيشنت هوم وكذا، فنحتاج في السكور معين نثق به عدة نقاط على حسب السكور، كل ما كان سكور أعلى كل ما الريسك مالته أعلى، وكل ما الانترفينشنز مالتنا راح تكون أجريسيف ويعني انفيسيف. فهذا السكور اسمه تيمي سكور، نستخدمه بالاستيميتنج الشورت تيرم ريسك فور ديث، يعني نحسب ايش قد ممكن تموت انت خلال هذه الفتره لما عندك نون اس تي ام اي. وقلنا يساعدنا يعني نعرف هل البيشنت راح يستفاد اذا سويت له انفيسيف تريتمنت استراتيجي وحطيت له كاثيتر ووديته سيرجري. وبالمناسبه التيمي ريسك سكور، التيمي ستاندز فور يعني ثرومبوليتيك ان ماي كارديال انفراكشن، يعني ثرومبوليتيك هو يعني انه اجي اهاجم هذه الخثره اللي صارت واسوي لها يعني احللها. فهنا يعني كانه فد سكور توضح لي ايش قد اكو داعي اسوي انفيسيف بروسيجرز حتى احلل هذه الخثره واسوي لها انفيسيف بروسيجر. فنشوف البروجنوستيك فاريبلز مالتها شنو اللي يعطيني نقاط. اول شيء اذا الايج مالته اكثر من 65 سنه هذه راح ياخذ نقطه، اذا كان عنده 3 او اكثر من الكورونري ارتري ديزيز ريسك فاكتورز، يعني مثلا دايابيتيز، هايبر كوليسترول، هايبرتنشن، فاميلي هيستوري، يعني كل ما اكثر ريسك فاكتورز كل ما راح ياخذ نقطه. وعندنا دوكيومنتد كورونري ارتري ديزيز اكثر من 50% ستينوسز، يعني عنده سابقا فد مرض التضيق بالشريان مالته ودوكيومنتد عندنا يا بالسجلات، هذا ايضا ياخذ نقطه. اس تي سيجمنت ديفيشن سواء كان لي فوق لي جوا، يعني المهم اي ديفيشن صار بالاس تي سيجمنت هذا هم يعطي نقطه. تو انجينال ابيسود، 2 او اكثر من الانجينال ابيسودز ان ذا باست 24 اورز، يعني هذا هم ياخذ نقطة، لأنه ليش يتكرر الانجينال ابيسودز، ليش يتكرر البين إلا إذا أكو فد انسداد كثير، يعني انسداد يزداد، هذا همين خطر. الأسبرين يوز إن ذا باست ويك، ترى الأسبرين نستخدمه بعلاج الأكيوت كورونري سيندرومز لأن هو أنتي بليتلت، فليش حاطه هنا؟ ليش حاط إنه إذا أستعمله بآخر ويك هذا بور بروجنوستيك فاكتور ويعني يزيد التيمي سكور؟ لأنه شخص إذا جاني وعنده انجينا بين وجيت أشوف السكور مالته، فلما أقول له بآخر أسبوع استعملت أسبرين، لما يقول لي إيه مستعمل، فهذا الموضوع أخطر، لأنه الأسبرين ما دا يعطي نتيجة، الأسبرين ما دا يعطي مفعول، الأنتي بليتلتس ما دا تشتغل عليه، أكفت حالة من الريزيستنس للأسبرين، فهذا يزيد من التيمي سكور. بينما إذا ما كان يستعمل أسبرين بآخر أسبوع فهذا أوكي، يعني شخص ما دا يلتزم بالأدوية مالته، يعني ممكن يصير عنده أنجينا بين.
يعني الفكرة استعمال الأسبرين اللي هو علاج بآخر أسبوع من شخص إجاني بي أنجينا، هذا يعني يزيد التيمي سكور. وأيضا الإليفيتد كاردياك بايوماركرز همين تزيد التيمي سكور لأنه تعني إسكيميك دامج. يعني السكور هسه إذا جمعناه من 0 إلى 2 لو ريسك، 3 إلى 4 انترميديت ريسك، 5 إلى 7 يعني الريسك كلش عالي. كل ما ريسك عالي كل ما انفيسيف بروسيجرز أكثر. هسه نحكي على المانجمنت. بعد ما أجاني شخص بي أنجينا بين، أخذت الهيستوري مالته والبين مالته وشفت شنو الكاركترز مال البين مالته، سويت له اي سي جي، قد يكون كان عنده اس تي ديبريشن، قد يكون عنده تي ويف انفرشن، وسويت له البايوماركرز، شفت عنده مثلا ارتفاع بالتروبونين، هذا يدلني انه اكو مثلا نون اس تي ام اي. فسنجي نشوف علاج الشخص بهيش حاله. وفد ملاحظه انه العلاج مال انستابل انجينا والعلاج مال نون اس تي اليفيشن تقريبا متشابه. احنا ليش حطيناهم بخانه واحده؟ لانه العلاج مالتهم متشابه رغم انه عندهم يعني فد اختلافات بالبايو ماركرز. يقول لك فد ملاحظه انه البيشنت لازم يروحون ارجنتلي تو ذا هوسبيتال اذا عنده فد انجينا بين، لانه ممكن يتطور الحاله وممكن يودي الى ديث وكومبليكيشنز. الانيشال تريتمنت والتريتمنت بشكل عام نحتاج يعني على محورين. المحور الاول انه اقلل الديماند والسبلاي على الهارت، والمحور الثاني انه اجي اعالج هذه الخثره، يعني الخثره اللي صارت احاول امنعها انه تصير اكثر واحاول يعني اوقفها. فنشوف انه البيد ريست هذا راح يقلل ديماند والاكسجين على الهارت، ومرات اصلا يحطوا لهم اكسجين يعني حتى يزيدون الساتوريشن ويقللون الاوضاع على الهارت. عندنا الانتي بليتليت ثيرابي، وهذا يعني قلنا نعالج بالخثره. نشوف نعطي اسبرين يعني فور لايف، دائما نعطي اسبرين، وننطي كلوبيدوغريل ل 12 شهر، هذا ايضا انتي بليتليت بس الميكانيزم مالته يختلف عن الاسبرين. واحنا البلايك لما صار بربتشر اول شيء جت البلايتليت وسوت اجريجيشن وسوت الكلوت، اما بعدها فراح يجي الكواجوليشن كاسكيد ويجي يعني يثبت هذا الكلوت. فلهذا نعطي انتي كواجوليشن ثيرابي ايضا لانه يعني هذا مسؤول عن الباثوفيزيولوجي. وهذا يعني الهيبارين اكو انواع انفراكشنيتد والفراكشنيتد. عندنا ايضا ننطي بيتا بلوكر لان البيتا بلوكر يعني راح تقلل الاكسجين ديماند، راح تقلل الكونتراكتيليتي، واحنا نحتاج بهذه المرحله يعني نقلل العبء على الهارت لانه خطيه دي يمر بحاله حرجيه. اذا كان اكو كونترا انديكيشنز للبيتا بلوكرز فراح نستعمل فيراباميل والدلتايزام اللي هن عباره عن كالسيوم شانل بلوكرز. زين شنو هن الكونترا انديكيشنز للبيتا بلوكر؟ البيتا بلوكر ما تعطى لشخص عنده اصلا براديكارديا لانه هي تسوي براديكارديا فممكن تاثر عليه، وما تنطى لشخص عنده سيفير برونكوسبازم لانه مهما كان اكو سيلكتيفيتي على الهارت فجزء من عندها ايضا راح يروح على البرونكيولز ويسوي لها كونستركشن. وايضا ما تعطى للشخص اللي بيه هايبوتنشن، وما تعطى للشخص اللي عنده هارت فيلير وواصل لكومبنسيتد فيز والهارت يعني اصلا بفيلير. فانا اجي انصي الشغل مالته، فلهذا هذني هن كونترا انديكيشنز. وإذا بقى البين ورجع فيا أما ننطي نايتريتس من خلال انفيوجنز، يا أما ننطي تحت اللسان. والنايتريتس هي عبارة عن فينو دايليترز يعني توسع الفينز، فمن توسعت الفينز الفينس ريتيرن راح يقل للهارت، فالهارت ما راح يشتغل بنفس القوة لأنه ما راح يجي هواية دم إضافي يزيد ثقلا وعبئا، فلهذا مفيد تقلل الألم. بس المشكلة شنو؟ إنه الشخص ما دام رجعت عنده الأنجينا أو بقت ثابتة فهذا الشيء حتى لو ريح النايترايت احنا لازم يعني نحط ببالنا انه لازم نطي فد سيرجري ونودي فد انفيسيف بروسيجر من هالايرلي ريفاسكولاريزيشن. واذا ما اشتغلت الادويه ذيك بالريفراكتوري كيسز او شخص مثلا عنده هيمودايناميك كومبرمايز فننطي ادويه اخرى من هالجلايكوبروتين انتاغونيستس، ننطي انترابالون بامب او نسوي مثلا ايمرجنسي كورونري انجيوغرافي. يعني عدا الجلايكوبروتين شاندو الجوع يعني اشياء انفيسيف. يقول most patients يعني stabilize with aspirin, clopidogrel, الهيبارين وهذني الانتي انجينال ثيرابي. فيعني ممكن نطلعهم يعني من الاي سي يونت والعناية المركزة. اذا ماكو contraindications فمرات نسوي exercise test. فهذا الستريس تيست exercise stress test هاي مرات يعني مثلا يجيبوه على الاي سي جي ويركضوه او يطوه pharmacological agents ويشوفون شغل مال heart matter under pressure. هذا السلايد يحكي لنا عن الموضوع بصوره اكثر تفصيلا. يعني اذا شخص جاني انستابل انجينا اور نان اس تي اليفيشن وكان يعني هاي ريسك اوريدي بالتيم سكور شفته هاي ريسك راح اودي انفيسيف بروسيجر كاثيتر وانجيو وهذه السوالف. اذا لا والله طلعت ادويه اسبرين وهيبارين وبلوكرز
ذن السوالف لما انطيته يعني stabilized صار واعتبرنا له risk. فقبل ما نطلع راح نسوي له ECG stress test. فإذا بالstress test يعني كان النتيجة مالته زينة, يعني مثلاً ما صار عند ال elevation أو depression اللي تصير بالinfraction, فساعتها يعني ماكو أي خلل عنده ونعطي medical therapy ويبقى عليه هنا ويروح للبيت. بينما إذا خلال الstress test صار عنده poor tolerance, فيعني لا هم أرجع للسيرجن مرة الأخرى, لأن الحياة بيها يعني مشي وركض وضغط وكذا, فيعني مو كلها مثل الآي سي يو يعني قاعد ومرتاح كل شيء ماكو. فإذا دزيته أنا بدون ستريس تيست بدون ما أعرض الهارت مالته إلى شوية ستريس وأشوف ريسبونس مالته فراح يرجع لي مرت اللغة. فلهذا أتأكد منه من الإي سي جي ستريس تيست, يلا يعني أسوي الديسشارج وبقية على الميديكال ثيرابي. يبقى هذا الستريس تيست الإي سي جي يسووه مرات للحالات اللي الدايجنوسز مالتها بعدهم ما يوصلولها, يعني سووا اي سي جي والاي سي جي طلع نورمال بينما الشخص يعني عنده هاي الاعراض مال انجينا. هذا سؤال يعني نفس الفكره انه فيميل 55 سنه عندها يعني هيستوري كلش بوزيتيف وعندها انجينا بين ويروح اثناء الريست, فمن سووا الاي سي جي شافوا كل شيء نورمال بالاي سي جي, يعني ماكو شيء الفيشن ديبريشن بالاس دي سيجمنت. فبالخيارات يعني ايش نسوي لها, هل انه نو نيد فوردر ستيبس لو ننطي علاج الانجينا, لو يعني بس نهدي الشست بين, لو نودي للانجيوغرافي وانفيسيف بروسيجر. الجواب صحيح لا, الستريس تيست الاكسرسايز تيستينج حتى نشوف الاس تي سيجمنت ديبريشن, يعني نسوي دوكيومنتيشن وناكدها كيس انجينا, يلا ساعتها نبدي بالعلاج. زين شو وقت نستخدم الانجيوغرافي, شو وقت نستخدم الانفيسيف بروسيجرز, الاشخاص اللي عندهم مودريت تو هاي ريسك واللي العلاج مالتهم مفاد, للي ECG changes مالتهم يعني كلش extensive, يعني مثلا T-wave inversion كلش ناصي, ST depression كلش ناصي. احنا يعني نحكي على ST depression لانه احنا بعد انت نحكي على non-ST شوية لاخير نبدي بالST. نشوف انه elevated plasma troponin, كل ما troponin اكثر يعني كل ما damage اكثر, وعنده اصلا pre-existing stable angina, فهو من كان عنده stable angina وجه هسه unstable فصار اكو progression, فقد يكون داعي للانفيزيف بروسيجرز لما السكور مالته عالي. هسه وصل الدور للستيمي اللي هو ST elevation myocardial infraction, وهذا المايوكارديال انفراكشن يكون دائما due to formation of occlusive thrombus, يعني دائما الثرومبس يعني تكون مغطيه الكورونري ارتري بالكامل, ما تخلي اي مساحه انه الدم يفوت من خلالها ويصير عندنا اسكيميك وانفراكشن ارياس ان ذا هارت. وهذا يعني الثرومبوس أكيد جاي أما من رابتشر يا أما جاي من الروجن, قلنا الرابتشر 75% الروجن 25% ونفس الباثوفيزيولوجي. الفرق بالميكانيزم اسمه الرابتشر والروجن مو كلش كلير, يعني الميكانيزم مالته مو دائما واضحة, بس اللي عرفه انه الروجن الكونتنت مالته شوية تختلف عنه. هو أصلا معنى الروجن انه يتخدش ويتهرأ, يعني بحيث البليك تظهر للسيرفس وتسوي اكلوجن, وهي يعني المكونات مالتها تختلف عن البليك اللي صار بها رابتشر. يعني مثلا الليبيد كومبوننت مالتها اقل الاروجن, الخلايا الانفلاماتوري سيلز هم تكون اقل, بس هذه الفروقات مدام سوت لي ستيمي بعد مالها ذاك الفرق والتاثير الكبير. وموضوع الانفراكشن يعني يصير بروجريسيف وياخذ سيفرال اورز, لهذا كل ما قدمنا المساعده الطبيه اللازمه بوقت مبكر كل ما انقذنا جزء كبير من المايكارديوم وكل ما كان المانجمنت مالتنا اسهل. نشوف بالكلينيكال فيتشرز انه البين دائما سيمتم واضح بالام اي, واصلا ليش يصير بين, لانه المايكارديال سيلز مو سبيها انفراكشنز ويعني تموت ويطلع الميدييترز اللي بداخلها, من هذه الميدييترز ممكن تحفز الاعصاب الطرفيه الاعصاب البيريفرال وكذا, بتشوف هذا يبعث على شعور الالم, ومرات يصير بريثلسنس يصير فوميتنج كولابس وسينكوبي. البين occurs in the same site as angina, زي نفس المكان هو هذا الخلف الاسترنم, بس usually more severe, ونلاحظ انه يبقى اكثر و not relieved by nitrate or rest, ونشوف انه tightness, heaviness, constriction in the chest, يعني هذا نفس الانجينا الكاركتر مالته. نشوف انه يصير breathlessness زين في most patients. زين ليش يصير هذا breathlessness, ليش يصير هاي الدسنية, لانه الهارت مصار بي infraction وهذا الجزء الانفراكتد يعني ما يقوم يضخ الدم بنفس الفاعلية مثل ما كان يسوي قبل. فالبولمونري فيسلز لتجيب دم هي شلها دخل بالانفراكتد هارت, لتجيب دم وتريد تدخله للهارت, لأنه هذا شغلها انه تصفي الدم من
pulmonary alveoli وكذا وترجعها للهارت. بس المشكلة الهارت already filled لأنه الانفراكتد أريا ما تشتغل زين, ماكو pumping power جيدة بحيث تدفع هذا الدم اللي ماليها, فالدم اللي موجود بالبلمونري فيسلز يضطر ينتظر, يصير بازدحام ترافيك, يمتلي, يضخم, congested زين. وجود هذه الفيسلز ممتلية ما يخلي اللانج بعد تسوي نفس الكومبلاينس مالتها, ما تخلي اللانج تتوسع مثل ما كانت تتوسع قبل لما الفين مالتها كان يعني مثلا مو مليان. فاللانج هي اصلا تعتمد على الكومبلاينس ويعني يأثر على الفانكشن مالتها لما اكو انفراكشن. وبعض الاحيان المايكارديال انفراكشن باس انريكوجنايزد, اكو ناس عندهم سايلنت مايكارديال انفراكشن بالدايابيتيك بيشنتس لانه الاعصاب مالتهم والبيرفرال نيرفز مالتهم مرات تكون مضروبه فما يقومون يحسون بهذا الالم. مرات يصير اكو سينكوبي وغالبا يعني بسبب الارثميا والبروفاوند هايبوتنشن. يعني الانفراكتد مايكارديوم ممكن يصير بيه ارثميا لانه اصلا الكهربائيه مالته تخربطت وصار بيها خربطه, فممكن احد الكومبليكيشنات اللي تصير هي الارثميا. والارثميا ممكن تسوي سينكوبي لانه ما توصل الدم يعني بكميه كافيه للدماغ. وعندنا اشياء تموت المريض منها الفنتريكولار فيبريليشن, والفنتريكل يعني يقوم يرجف وما يسوي كونتراكشن بهذه الكفاءه فما يعبر دم وممكن يموت الواحد. وهذه يعني الفيبريليشن اذا الهارت حاول كم مرة يسوي contraction وما قدر fibrillation ممكن يمر بcomplication آخر اللي هو الفلات لاين اللي هو الأسستول, لما كل شيء يصير يعني شايفين هذا الإي سي جي لما الخط يبقى مستقيم زين, فهذا ممكن يسوي death. ويحكي بالسلايدات يقول إنه يعني هذا death أكثر النسبة مالته بأول ساعات, وكل ما عبرت الساعات تبقى أكو احتمالية إنه يصير, بس يعني كل ما مرت الساعات كل ما النسبة مالتها قلت, وكل ما صار دامج أكثر كل ما ممكن يسوي heart failure لأنه بعد heart ما يقوم يشتغل, وهذا ايضا major cause of death. مرة جاي سؤال شنو اسباب الdeath بالساعات الاولى بالمايوكارديال انفراكشن, وكان الجواب مالته الventricular fibrillation. بس اعتقد هذا السؤال له علاقة بالباثو لانه بحثت عن مصدر السؤال وشفته بروبنز باثولوجي, فممكن تريتري مال باثولوجي بس همين له علاقة بهذا السلايد. ومرة اخرى يحكي على السيمتمز, نشوف انه البين ينتقل من الشيست ممكن للثروت والارمز والبيغاستريك والباك, يعني الدرماتومز ممكن إلها علاقة فتخليه ينتقل. anxiety ويشعر بدنو الأجل, impeding death, نشوف النوجه والvomiting, نشوف breathlessness والsyncope. عندنا signs of sympathetic activation, تسوي لي البالر والsweating والtachycardia. زين لأنه ليش تصير عنده sympathetic activation؟ لأنه مو يشعر بالألم وعدم الراحة, وهذا أصلاً محفز للsympathetic system. يعني أنت لو تحس نفسك ضايج ومرتاب وتشعر إنه كفت شيء خطر عليك, already sympathetic system kicks in, فلهذا تحس انه pallor, sweating, tachycardia هذه اشياء بال sympathetic system. وبنفس الوقت vagal activation هم من دا يصير لانه مو عندنا tachycardia, فالvagal توني يحاول يعني ينصي ويسوي bradycardia, بس هذا ممكن ايضا يؤدي الى vomiting. فعني هي صار كل من اله, هذا يرفع هذا يكبس. وعندنا ساينات اخرى للمايوكارديال infraction, مثلا hypotension, نشوف انه اوليغويوريا هذا يضرب على الكليه لانه الكليه ما يجيها دم اصلا, فاليورينري اوتبوت مالتها يكون كلش قليل. الكول بيريفريز همين لانه يصير ريديستريبيوشن بفعل السمباثاتيك سيستم, يسوي ريديستريبيوشن للدم للاماكن الفايتال بس هو اصلا ما يلحق. ما ادري شو يصير عنده سينكوبي اوليغويوريا. يصير عنده نارو بالس بريشر لانه السيستولي يقل فيقترب من الداست دايستولي, فالبالس بريشر يقل لانه البالس بريشر هو سيستولي ناقص دايستولي. عند raised jugular venous pressure, أنا قبل شوية قلت إنه الهارت لما يصير infracted ما يقوم يدفع الدم ويصير filled بالدم, وهذا يخلي pulmonary vessels تكون congested ويسوي عنده breathlessness. هذا feeling أيضا يسوي لنا أشياء أخرى منها raised jugular venous pressure. الjugular vein كان عبارة عن حلقة الوصل بين superior vena cava وبين right atria واللي تابع وياه المكلاود, أعتقد يذكرها لأنه هو لحيت بيها. فبما انه هو طريق على امتداد واحد والسبيرير فينا كيف دا يجي فينوس ريتيرن وما دا يروح للهارت لانه الهارت انفراكتد وصار بيه فيلينج وما دا يقدر يسوي بامبينج للدم, فالسبيرير فينا كيف بما انه هو ما عنده مكان يودي الدم به فيصعد لي فوق ويزداد الدم بهذا الجوجلر فين ويزداد البريشر مالته. الاس 3 الثيرد هارت ساوند ايضا يعني بيبدي يبين, وقلنا هذا اصلا هو يكون بسبب الventricular filling لما اكو filling زايد بالventricle.
فيطلع هذا الصوت. والفيرست هارت ساوند الاس 1 يكون كوايت. واذا تذكرون ايام ماكلاود بوقتها قلنا الكريم من يفتح بابه ما يطلع صوت، والهارت فالفز كريمه فما تطلع صوت الا لما تنسد. فانسداد الميترال والتريكسبيد فالفز تطلع صوت بالحالات الاعتياديه، بس لما تنغمر بالدم فما تقوم تطلع صوت بالانسداد مالتها. تخيل نفسك انت تصفق تحت المي، فصوت الصفقه تحت المي ما راح يكون نفس القوه، والصفقه هي نفس انسداد الصمام. فلهذا لما الهارت يكون ممتلي، الفنتريكلز لما تكون ممتليه، هذا الصمام يكون يعني غاطس بالمي، فهمت؟ بالتصفيق مالته يعني ما راح يكون الى صوت، لذلك يعني quiet first heart sound. عندنا ايضا diffuse apical impulse، هذا نفس الابيكس بيت. والابيكس بيت يعني لما تختل الكهربائيه بالقلب، لما يصير انفراكشن فراح يتغير مكانه ويعني يزحف يمنى يسرع على حسب الانفراكشن. ونشوف عندنا lung crepitations، وهذا تيجي لما اكو مي بالرئه، وهذا نفس الميكانيزم اللي شرحته مع البريثلسنس، لما الدم يتجمع بالبولمونري فيسلز وما يقدر يدخل للهارت لانه الهارت اوريدي فيلد. ونشوف انه اكو ساينز للتيشو دامج من هالفيفر، ميديترز تطلع يعني وتوقع منها انه تسوي كل شيء. الميترال فالف ممكن يصير بريوريزيشن، وحتى ممكن يصير عندنا بيريكاردايتس. هسه اجى وقت الاي سي جي، والاي سي جي يعني الانفستيجيشن تول مالتنا، مو بس بالستيمي وانما بالنون ستيمي وبال انستابل انجينا. هناك عرفنا انه يصير ب اس تي ديبرشن، هنا راح يصير عندنا اس تي اليفيشن. فيقول انه الاي سي جي يفيدنا بالكونفيرمينج مان دايجنوسيس، بس المشكله شنو؟ انه واحد على ثلاثة من الكيسات، يعني تقريبا ثلث الكيسات ممكن ما يكون عندهم اي سي جي، خصوصا الكيسات اللي هسه وهتجي، الكيسات الاكيوت يعني الانيشال اي سي جي تشينجز ما راح نقدر نشوفها، وممكن اصلا تطلع اشياء ما لها ذيك العلاقه بالستيمي. بس الـ earliest ECG change هو الـ ST elevation، وشوية شوية الـ R wave تكسر، الـ Q wave تبدي يعني تنحفر لي جوا بالزايد زين، والـ T wave تصير inverted تنزل لي جوا. وهاي changes على عكس الـ ST segment تبقى لفترة طويلة، يعني الـ ST segment ممكن يظل عندي في أسبوع أو أسبوعين أو يعني أقل من هالفترة، بس الـ Q wave لما تنزل زايد، الـ R wave لما تكون قليلة، الـ T wave لما تصير inverted، هذه تبقى على فترة طويلة. لهذا راح استفاد من هذني changes بالمايوكارديال انفراكشن اللي يكون يعني silent، المايوكارديال انفراكشن القديم الـ old، يعني مثلا مريض بالسكر النيرفز مالته مو كلش تشتغل، فلما صار عند المايوكارديال انفراكشن ممكن يعدي ويمر وما يحس بيه اصلا. فإذا جيت سويت الـ ACG وشفت هذني changes بدون وجود الـ ST elevation، ساعتها ممكن أقول هذا old MI. هسه هذا quick review للـ ECG. رح نأخذ الـ ECG مراجعة سريعة على حسب الأشياء اللي رح تفيدنا بمحاضرة اليوم. يعني مثلاً الـ P wave يمثل الـ atrial depolarization، يعني اللي هي الـ contraction اللي يصير بالأتريا. هذا الـ QRS يمثل الـ ventricular depolarization. عندنا الـ ST segment هذا يمثل لي جزء من الـ repolarization. الـ T wave أيضاً يمثل لي جزء من الـ repolarization، يعني الـ relaxation اللي يصير بالـ ventricle. فاللي يصير هنا بالـ MI، الـ Q wave تنزل أكثر، الـ R wave تقل يعني الـ intensity مالتها يقل، إضافة إلى الـ ST segment بدل ما يكون isoelectrical يكون يعني elevated ويعبر الخط الـ baseline مالته. زين ليش تصير هذه التغيرات؟ نشوف إنه هذه خلية normal أوكي بالمايوكارديوم، ونشوف إنه هذه الخلية يعني بداخلها يكون البوتاسيوم اللي يكون موجب، وخارجها يكون الصوديوم اللي هم يعني موجب. بشكل عام الخلية تطلع بوتاسيوم لما يصير أكو action potential، بس يعني إخراج البوتاسيوم يكون بظروف محددة، يعني بس بالأكشن بوتنشال، بس لما تتحفز مو بكل وقت ويعني بكميات معتبرة. لما صار عندي إسكيميا، هذا راح يخلي الخلايا اللي ماتت تطلع البوتاسيوم اللي بداخلها، فهذا يخلي الانفايرومنت الإكستراسيلير انفايرومنت يعني مليان بوتاسيوم. زين هذا البوتاسيوم عادة كان المفروض يكون داخل الخلية، فوجود البوتاسيوم بالإكستراسيلير انفايرومنت راح يخلي الخلايا اللي موجوده بهذا الانفايرمنت الاسكيميك زين بعدها هي ما ميته، هذه الخلايا راح يخليها يعني ما تطلع البوتاسيوم اللي بداخلها، لانه كل شيء يعني بالكون يتجه نحو التوازن زين. فهذه خليه يعني قبل كانت تطلع بوتاسيوم بحماس اوكي، لانه ما كان اكو بوتاسيوم برا هواي، هسه لما اكو اوريدي بوتاسيوم هواي فراح تقول ما ليش ادز بوتاسيوم، فالخليه تقوم تحتفظ بالبوتاسيوم اللي عندها داخل الخليه.
هذا راح يخلي الخلية more positive. يعني إذا كان قبل resting membrane potential مالتها سالب 80 ملي فولت، هسه صار more positive، يعني يصير مثلا سالب 50 ملي فولت. هذا بدوره يأثر على الأكشن potential، يعني وين ما أنت كنت حفزك وأنت عندك سالب 80 وين ما أنت هسه حفزك وعندك سالب 50، أكيد أبو السالب 50 يسوي أكشن potential أسرع، لأنه أنا أقدر أجيبه للثريشولد يعني بشكل أسرع، يعني وصل للثريشولد وهو ينطلق يسوي firing للأكشن potential. بس المشكلة شنو؟ إنه لما تصرت سالب 50 الأكشن potential مالتك ما راح يكون بنفس قوة إنه أنت سالب 80 الرستنج مالتك. تخيل إن أنت جاي تقمز، يعني تعبر فد حفرة زين، فأنت تقمز أحسن لما ماخذ خطوتين بس لورا، لو لما ماخذ 4 أو 5 خطوات لورا. أكيد لما تاخذ 4 أو 5 خطوات لورا القفزة مالتك راح تكون يعني أبعد. نفس الفكرة بالأكشن potential والرستنج membrane potential، كل ما كان الرستنج membrane مالتك more negative كل ما كان الأكشن potential والفايرنج مالته يعني أعلى، بينما إذا كان toward positivity فالأكشن potential مالتك يكون يعني أقل. فلهذا تشوف إنه الأكشن potential بالحالات الإسكيميا بالنسيج المايوكارديوم اللي بي إسكيميا نشوف الأكشن potential مالته كلش قليلة، يعني مشوهة مثل ما تشوفون بهذا اللون الأحمر، ويفضل الأكشن potential مالته بصورة أسرع. لهذا مرات مثلا تشوف إنه الار ويف راح تكون قليلة وناعمة ومو بنفس الانتنسيتي، لأنه الأكشن potential اللي يصير بحالات الإسكيميا يكون أكشن potential خجول، لأنه الخلية ما تطلع البوتاسيوم اللي بداخلها حتى يصير لها تحفيز جيد، باقية positive، فالpositive ما يتحفز بقدر تحفزها لما كان resting membrane potential مالتها بالسالب، جوا بالسالب 80. هس هذا كان أساس مفيد جدا حتى نفهم الـ ST elevation ليش يصير. عندك الـ transmural injuries، هذه يعني مثلا هذه القطعة الصفراء اعتبرها نسيج من المايوكارديوم ميت، زين هاي الدائرة كلها عبارة عن heart زين مكسوس، فنشوف انه هذه الصفراء ماتت. نلاحظ انه اكو سهام تتجه نحو هذا اللون الاصفر، هذا الـ current of injury يتجه من النسيج السليم الى النسيج المصاب. زين ليش دا يصير هذا الشيء؟ خذها قاعدة دائما انه الـ current of injury يجي من الـ more depolarized tissue نحو الـ less depolarized tissue. هذا هو التوازن اللي قائم عليه الكون، يعني دائما الشخص اللي عنده هواية المفروض يطي للشخص اللي عنده شوية. نفس سالفة المحلول عالي التركيز يتجه نحو المحلول واطئ التركيز. واحنا نعرف انه الـ healthy myocardial cells عندها اثناء فترة السيستولي زين عندها الـ depolarization مالتها اقوى، زين لانه احنا قلنا الاكشن potential مالتها كان healthy عادي، بينما الاكشن potential مال الاسكيميك heart tissue الأكشن potential مالته يعني ما صار بنفس الصعود ونفس الذروة، لأنه قلنا الخلية ما رضت تطلع البوتاسيوم اللي بداخلها. لهذا سنرجع على السهام والقطعة الصفراء، إذا أنت حاط العين مالتك يعني قدام هاي القطعة الصفراء فراح تلاحظ أن الكرنت يجي نحوها، وهذا الكرنت يجي نحوها يترجم بالإي سي جي مثل ما تعرفون عبارة عن elevation يصير بالإس تي سيجمنت. فلهذا يعني الاس تي سيجمنت صار بفعل الكرنت اوف انجريز بفتره السيستولي من الخلايا السليمه الى الخلايا المصابه. هذا اي سي جي بسيط عن الاس تي اليفيشن، نشوف الكيو ار اس كومبلكس طبيعي، بس بعدين لما الاس تي سيجمنت المسافه بين الاس تي سيجمنت ارتفعت يم هاي الدوار اللي رقمها 2. بس هذا مثال يعني بسيط حتى نشوف اي سي جي بعيوننا، وراح اشبعكم اي سي جيات بس يرادلنا نضبط اساسيات اول شيء. هذا سلايد آخر يخص الـ chest leads والـ view مالتهن، فنشوف إنه الـ V-ات الـ V1 والـ V2 والـ 3 والـ 4 هذين تقريباً يشوفون الـ anterior side ويشوفون الـ septal side، الخمسة والستة يشوفون من الـ lateral side. الأماكن الأخرى بالصورة اللي على اليمين نشوف إنه الـ AVL والـ 1 lead 1 limb lead يشوفون الـ lateral side، الـ AVR يعني يشوف هذا من صفحة اليمنى فلذلك يكون مقلوب الـ QRS complex مالته لأنه الإشارة الكهربائية تبتعد عنه. الاثنين والـ AVF والـ 3 هذني دي يشوفون من جوا، أوكي؟ فإذا أكو infraction من جوا الـ ST elevation راح يبين به. فهذا السلايد يعني مهم نعرف إنه كل يدنون دي يشوف، حتى إذا شفنا الـ elevation والخلل إذا صار بأحد هذه الليدات فنقول إنه الـ infraction يصير بمكانهن، وهن بما إنه إحنا نعرف المكان مالتهن ساعتها يعني راح نقدر نحدد التشخيص بدقة. ضفت سلايد آخر يعني نصاً لهذه الأشياء اللي نحكيها، فنشوف السبتال ليد هي 1 و 2، الانتيرير ليدز هن 3 و 4، اللاترال ليدز هن 5 و 6، والباترنز مال والانفراكشن نشوف إنه إذا شفنا الـ ST elevation بالواحد و 2 نقول هذا السبتال انفراكشن،
إذا شفناه بالاثنين من الخمسة نقول هذا anterior، ورغم أنه الانتيرير يعني من 3 إلى 4 بس الاثنين مرات يعني ينضموا ياهن، الخمسة همين مرات تنضموا ياهن، يعني مو الموضوع إيشي دقيق بالضبط وبحد فاصل، لا هو يعني هو هارت كامل وده ينشاف من زوايا معينة. الانتيرير سبتال من 1 إلى 4، الانتيرير لاترال نشوف من 3 إلى 6، وياهن الليمب ليدز هذني الأي الأي في آل والليد الأول هذني همين يشوفون اللاترال سايد، فالانتيرير لاترال هذني. أما الإكستنسيف دامج فيكون من 1 إلى 6 الوان والأي في آل. أما يعني شيء آخر ما مكتوب هنا إنه الأي في إف التو والثري يعني هذني يشوفون الانفيرير إنفراكشن. هذا سلايد إي سي جي، ركز على الدوائر الحمر، نلاحظ انه اكو elevation بالاس تي سيجمنت، اوكي هذا الكيو ار اس كومبلكس مقلوب نازل لي جوا، بعدين صاير الاس تي سيجمنت elevated بالاثنين وبالثلاثه وبالاربعه، حقيقه حتى بالخمسه والسته همين صار بي elevation بس انا متعاجز اشرهن. فيعني من 2 إلى 5 6 هذني يعني anterior laterally الانفراكشن مالتنا. نشوف على رقم 2 بالبنفسجي الدويرات اللي بيها رقم 2 نشوف انه اكو elevation همين بالاول وبالاي في ال، فهنا نتأكد انه احنا لاترال، اوكي الانفراكشن مالتنا لاترال، وهناك عندنا 2 إلى 5 6 همين كانوا بهن انفراكشن، فهذا انتيريو لاترالي ويعني متأكدين من الموضوع. اما بخصوص الدائرة رقم 3 فنشوف بيها انه reciprocal changes، هذه reciprocal changes عبارة عن مراية، يعني اللي يصير بليد معين اذا الليد مالته معاكسة بالاتجاه فراح يشوف التغير بشيء بالعكس، فهناك كان ST elevation بينما الثلاثة اللي يشوف من جوا راح يشوف يعني ST depression. هو حقيقة ما يبين كلش هذا reciprocal change، بس تلاحظ انه خصوصا ثالث QRS complex يبين انه الST نازل عن البيسلاين اللي يعني راسمه باللون الاصفر. وهذا ستايل الدكتور يشرح نفس اللي حكيت عني بالاربع دقائق الماضية، انه الانتيريو سيبتال من 1 إلى 4، الانتيريو لاترال من 4 إلى 6 اضافة الى الاي في ال والاول، اما الجوانيات فيشوفون 2 و3 والاي في اف. وهمين الدكتور يحكي على الريسيبريكال تشينجز اللي تصير، يعني يقول نلقى بالواحد والاي في ال وبالانتيريو تشست ليدز، يعني هنا الفي 1 2 3 الى 5 و6 ممكن نلاحظ الريسيبريكال تشينجز، لانه ما دام الانفراكشن من جوا فالليدات اللي تشوف من غير صفحه راح يبين عندها الاس تي ديبرست مو اليفيتد. هذا اول ستايل من الاي سي جي مال الدكتور. نشوف انه هذا المثال عن النون اس تي اليفيشن البارشال ثيكنس انفراكشن، هذا هو النون ستيمي، لانه ماكو اس تي اليفيشن باي مكان لو تدور، بينما اكو تي انفرجن بالليدات من 1 إلى 4. المثال الثاني يقول عليه انتيرير مايكاردير انفراكشن واس تي اليفيشن بي، تشوف انه الاس تي اليفيشن تلقاه بالواحد الاي في ال 2 3 4 5 6، والدكتور كاتب بس انتيرير مايكاردير كارديال انفراكشن، بس انا بالنسبه لي هذا انتيريو لاترال، لانه الخمسة وستة لاترال، الواحد والاي في ال همين لهم جزء من اللاترال. اما الورا فنشوف انفيريو لاترال مايكاردير انفراكشن، لانه اكو اس تي اليفيشن بالانفيريور ليدز الاثنين والثلاثه والاي في اف، ونشوف ايضا بالفيات اللاترال اللي هن الاربعة وخمسة وستة نلقى عندهم يعني الاستي اليفيشن. شيء اخر انه اكو ريسيبريكال استي سيجمنت اليفيشن نلقى بالاي في ال والفي تو، الفي تو يعني مبرر لانه هو من الانتيرير تشست ليدز وصعب يشوف هيج انفراكشن اللي جوا، بينما الاي في ال يعني هو المفروض ما يكونوا جهة اللاترال، بس الظاهر هذا الانفراكشن اللي هو الانفيرو لاترال صاير بمكان يعني بعيد عن رؤية الاي في ال. الاي في ال يعني انت لو ترجع للصورة راح تشوفه انه هو اعلى واحد يشوف، حتى الليمب ليد الاول يشوف يعني انصى من عنده، فاذا كان فتشي لاترال وانفيرير من جوا فاني اشوف انه بهذا المثال بالذات الظاهر انه بعيد عن مدى الرؤية مالته. هذا اصعب مثال اخر واحد نشوف هو الاولد ام اي، يعني الاس تي سيجمنت اليفيشن مو دائما باقية بس باقي ريزيجوال من عندها، يعني الريزيجوال اليفيشن نلقاها بالليمبليد الاول من 2 إلى 6، فهذا انتيرير انفراكشن قديم، والدكتور كاتب ايضا انه هو انفيرير انفراكشن قديم لانه نلقى الكيو ويف نلقاها بالانفيرير ليدز اللي هن الاثنين اي في ال والثلاثه. انا اقدر اشوف الكيو ويف الديب بالاي في ال بس بالاثنين والثلاثه يعني ما كلش اعرف احددهن، لانه ما اعرف الكيو ار اس كومبلكس يعني وينه بالضبط، خصوصا بالثلاثه يعني اذا هذا كان كيو ويف فالكيو ار اس كومبلكس وين راح؟ فما ادري الامانه يعني ممكن اسال الدكتور، احاول يعني احط المحاضره
قبل يوم الجدول، فحتى ممكن انتم همين تسألوا، واذا واحد يعني يعرفها فياريت يكتب لنا بالتعليقات. هذه صورة لقيتها بالنت كلش حلوة، يعني توضح الـ ST elevation والـ Q wave لما تصير deep والـ reciprocal والليدات. فوقف الفيديو حاول حلها ويا روحك الحلول موجودة لي جوا. هذا الستايل اللي وراء حطيته حتى ندرب نفسنا على الـ Q wave، لأنه كل المحاضرة ST elevation، فممكن يعني مرات الواحد ما يقدر أهمية الـ Q wave. فنشوف خصوصا بالثلاثة والـ AVF، شوف يعني الـ Q wave كلش نازلة، في حين الـ R والـ RS شوي هاي الصعدة اللي فوق، يعني 75% كيو ويف و 25% بس آر ويف. هذا اي سي جي جاي بالسنين السابقة، يعني نشوف انه اكو استي إليفيشن بالاثنين بالثلاثة بالاي في اف، هذا انفيريور انفراكشن. اللي نحتاج نتأكد منه نشوف اللاترال او الانتيريور تشست ليدز، حتى اخاف يعني كومبينيشن اكو بين الاستي إليفيشنات. فنشوف انه الاول والثاني بي ريسيبريكال تشينجز، لان في 1 في 2 يعني الاستي سيجمنت نازلات لي جوا، فالدياغنوسيس مالتنا هنا انفيريور مايكارديال انفراكشن. عندنا ايضا انفراكشن بالبوستيرير وول، هذا يعني ما عندنا ليدات تقرا، اكو هالاختراع بس يعني ما ادري ليش مو دائما يستخدموها. فنشوف انه بالبوستيرير وول نقرا الريسيبريكال تشينجز بالاشياء اللي معاكسها، يعني بما انه هو الاي سي جي مرايه، اللي يجيك تقرا بوزيتيف واللي يبتعد عنك تقرا نيجاتيف. فبما انه الليدات الانتيريور تقرا نيجاتيف، يعني البوستيرير المفروض اذا كنا حاطين ليدات راح تقرا بوزيتيف. فنلقى الريسيبريكال تشينجز بالفي 1 الى الفي 4، ونلقى ايضا تول ار ويف. هنا بالبوستيرير الموضوع شويه مخادع، لانه انت اذا تقرا الريسيبريكال تشينجز بالفي 1 الى الفي 4 مثلا، قد يكون هذا انفيريور انفراكشن، يعني لازم تتاكد قبل ما تحكم انه هو بوستيرير، لازم تتاكد انه هو مو انفيريور. الانفيريور تتذكر 2 الى 3 الاي في ال، هذني تتاكد منهن سالمات، فساعتها يلا تحكم انه هو بوستيرير انفراكشن، لانه شفت ريسيبريكال تشينجز اس تي ديبريشن موجوده بالفي 1 للفي 4. هذا مثال يوضح لي قلنا نشوف انه الفي 2 في 3 في 4 بهن اس تي ديبريشن، يعني مو كل شيء يبين، بس لو تقرب وتزوم وتحط يعني الميد لاين، نفس الوقت الار ويف كلش كبيره، وتدور على الاثنين والثلاثة والاي في اف، هذني الانفيرير ليدز، شوفن طبيعيات، يعني الحياة هادئة صافية، ماكو اي اليفيشن موجود عندهن، فساعتها نحكم انه هذا بوستيرير وول مايكارديال انفراكشن. الدياغنوسيس مال الستيمي والخطوات مالته ما اختلفت عن النون ستيمي، هم نحتاجين الفيزيكال ساينز والهيستوري، وبعدين اخذنا الاي سي جي، وهسه نجي للبايو ماركرز. والستيمي دائما يخلي هذه البايو ماركرز تكون موجودة بالدم، وعندنا يعني نوعين السي كي الكرياتين كاينيز، اكو نوع سبيسيفيك منه اسمه سي كي ام بي، هذا خاص بالهارت، بس الافضل منه هو التروبونين، والتروبونين بانواع الاي والتي، هذني يعني يفيدنا ويخلونا نعرف ايش قد اكو دامج بالهارت، وهذني عاده تركيز مالتهم بالدم صفر، فيعني اي سؤال يجيبه وبها قيمه عدديه للتروبونين او الكرياتين كاينيز، فيعني هذا اكو دامج. وايضا قلنا انه نسوي سيريال ميجرمنت، لانه مرات تكون يعني بعدها ما واصله للدم. بالاستعد الوراء يحكي على السي كي، ويقول هو يظهر باربع الى ست ساعات، يصير بيك ب 12 ساعه ويرجع يختفي يعني ورا 48 الى 72 ساعه، بينما الموست سنسيتيف اللي هو التروبونين اي و تي يطلع بعد 4 الى 6 ساعات زين، بس يبقى اليفيتد اب تو 2 ويكس. فهسه شنو التروبونين والسي كي ام بي تقريبا يظهرون بنفس الوقت، اكو مصادر تقول انه التروبونين يظهر بشكل مبكر اكثر، بس حتى نسهل الحفظ نقول انه اثنيناتهم يظهرون بنفس الوقت 4 الى 6 ساعات بعد الانفراكشن. فاذا شخص جاني للطوارئ هستوى جايني هستوى صار عنده الانفراكشن، مو كلش يعني ممكن القى عنده هذني بالبلازما، فاذا دزيته تحليل ورجع لي التحليل صفر، فلازم اسوي سيريال ميجرمنت. وتلاحظ المخطط اللي جوا هذا يمثل الوقت الزمني لارتفاع التروبونين والسي كي ام بي، التروبونين كلش كبير بينما السي كي ام بي كانه مظله بداخل التروبونين. هذا الى فائدتين كلينيكلي، اولا التروبونين يستخدم يعني بشكل اكثر شيوعا، لانه اذا جاني شخص عنده مايوكارديال انفراكشن قبل 4 ايام التروبونين يبقى يلقى لي، بينما السي كي ام بي ورا 3 ايام يعني اختفى من الدم، فعلى المدى الطويل التروبونين يفيدني اكثر، فهذه فائدة ونقطة قوة التروبونين. السي كي ام بي همين إلى فائدة، لما شخص جاني وصار عنده انفراكشن
ورا 4-5 ايام همين صار عنده انفراكشن. فبالتحليل السابق انا كان عندي تروبونين عالي وسي كي ام بي عالي، ورا 4-5 ايام همين سويت له تحليل شفت التروبونين عالي والسي كي ام بي همين عالي. هذا يدلني على انه الشخص صار بي انفراكشن مره له، والتروبونين ما كان يقدر يعرفني هالمعلومه لانه هو يبقى اسبوعين اوريدي بالحالات الطبيعيه، بينما اللي عرفني هو السي كي ام بي، لانه السي كي ام بي يظهر بعد 6 ساعات ويختفي ورا 3 ايام. ظهوره وبقاء ظهوره لمدة 5 ايام يدلني على انه صار انفراكشن جديد خلاه يظهر مره ثانيه. فهذه هي نقطه قوه السي كي ام بي، لانه تخليني اكتشف الانفراكشن اللي صاير مره ثانيه. الاستاد الوراء يحكي على شلون اعرف الام اي، زياده بالبايو ماركرز تروبونين والسي كي ام بي، اضافه الى شيء واحد من الاشياء الثلاثه الاسكيميك سيمتومز، يعني هذني النوجا والفوميتنج والسينكوبي والتشست بين والبريثلسنس والكريبيتيشنز، وهذني الاشياء اللي لها علاقه بالفنتريكل المليانه، او نلقى باثولوجيكال كيو ويفز بالاي سي جي، هذا الديب كيو ويف، او نلقى اس تي سيجمنت ديبريشن اور اليفيشن، لان الديبريشن ايضا من صفات النون ستيمي. واذا شخص خاضع لكورونري ارتري انترفينشن، هذا البيركوتينيوس كورونري انترفينشن، يعني مثلا خاض اي عمليه بالقلب ورا فتره ارتفعت البايو ماركرز مالته صار عنده سي كي ام بي وتروبونين، هذا عرفه على انه هو ام اي. والاستاد الاخير يحكي على الايكو، الايكو كارديوغرافي، يقول انه فحص سهل ومتوفر ويساعدني بمعرفه هواي كومبليكيشنز، والكومبليكيشنز مكتوبه، وكل ما ناخذ المحاضرات بموديول الكارديولوجي راح نعرف شنو هذه الكومبليكيشنز ونعرف الايكو ليش يساعدنا باكتشافها. وبهيك خلصت المحاضره، راح احط لكم 5 اسئله على القناه بكويز كلها من السنين السابقه، اختبروا نفسكم بها. وهذا هو، ان شاء الله نلتقي بالجزء الثاني من المحاضره. الى ذلك الحين، سلام.